أهلا وسهلا مرحبا وين ما كنتوا في الاستماع أو في المتابعة لايف ستريمينج اللي أمن هنا اليوم كل من زاهر بن حميدة ومحمد علي النصري في الإخراج مروان الدريدي في التنسيق حسين حميد الورغي ورفيق الدريدي سامي العرفاوي ذي الكريف تعودتوا بيهم هذم فريق أعداد برنامج استوديو الوطنية خالد كرونة أهلا وسهلا تحياتي ترافقنا اليوم كالعادة تحياتنا لجميع مستمعاتنا مستمعين حيثما وصلهم صوتنا أهلا مرحبا بكم نقدكم اقتراحاتكم ومقترحاتكم كالعادة توصل على صفحتنا استوديو الوطنية عودة على آخر التطورات في بلبومة العريض في تريتينج ترفع التصنيف الائتماني لتونس لـ 3CC+ وفي أول أيام العودة المدرسية مقتل تلميذ والاحتفاظ بزوز مشتبه بهم في تورطهم منهم واحد من ذوي السوابق العدلية تمويل الجمعيات يعود مجددا الحديث عنه لدى استقبال رئيس الجمهورية لوزير الداخلية تفاصيل هذه كنا نرجع عليها بعد شوية بالبنت العريض في ساعتنا الثانية ضيف الانترفيو ماضي ساعة وربع مدير عام الموارد البشرية وشؤون القانونية بوزارة التربية محمد الجزوني وفي عينك على الإدارة مع ذي أدي الكريفي متابعة لتهيئة المناطق الصناعية بالقطب التكنولوجي ينضم لنا الرئيس المدير العام للقطب التكنولوجي لبرج الصدرية تحيتنا لكم مجددا توتسويت بالبونت العريض بالبنت العريض اهلا وسهلا رفيق دريدي تحياتي مرحبا مرحبا زينة مرحبا سي خالد مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل واللي يتابعوا فينا على صفحه الاذاعه الوطنيه وصفحه استوديو الوطنيه مرحبا بك مجددا بموضوع الحقيقه كان بيودنا تكون الاخبار في اول ايام العوده المدرسيه أفضل بكثير من الأخبار اللي جاتنا البارح من أحد المدارس الاحتفاظ بزوز مشتبه بهم من بينهم واحد ذوي سوابق عدلية على إثر مقتل تلميذ في الساعات الأولى من العودة المدرسية الله يرحمه الله يصبر عائلته الأخبار البارح زينة كان بمثابة الصدمة في أول أيام العودة المدرسية وتقريبا هذه أول مرة تصير حالة عنف مدرسي وجريمة قتل في أول أيام العودة الموضوع يتعلق بتلميذ الله يرحمه وينعمه ويصبر أهله وكل أصدقائه هو من مواليد سنة 2006 يقرأ في معهد طه حسين في ضاحية مجرين جنوب العاصمة تابعة لولاية بن عروس خلاف صار مع زوز شبان هوني مدير اقليم الامن الوطني ببن عروس عماد مماشا يؤكد في تصريح لبرنامج استوديو الوطني ان الواقعه ما صارتش في المؤسسه التربويه والا قدامها صارت في مكان منزوي بعيد تقريبا 840 متر على معهد طه حسين في مجرين وتبادل العنف اللي صار ادى لتعرض الضحيه لكدمات على مستوى الراس تثبت في وفاته على عين المكان يعني صار خلاف التطور للاعتداء بالعنف الشديد مصدرنا انفاء الاعتداء بسكين على ضحية ولا تعنوا كما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي أول ما صارت الحادثة نعم. على أساس كونه الضحية توفى على إثر عملية طعن مصدرنا يأكد كونه الموضوع متعلق باعتداء بالعنف الشديد انتج عليه قتل بالبحث في قضية القتل العمد مع سابقية القصد الهالك فيها تلميذ بمعهد حسين بمجرين الله يرحمه وينعمه من مواليد 2006 والواقع تتبع ضد زوز تلامذة واحد تلميذ بمعهد خاص والاخر تلميذ بمعهد عمومي من مواليد 2008 و2003 الذين اصفر الاعتداء بالعنف الشديد على الهالك الله يرحمه وينعمه مما ادى الى مفارقته للحياة وحاولوا التحصن بالفرار الى وجهة غير معلومة سقنا بانهم يعتزمون التحول الى ولاية زغوان وتم تعقب اثرهما وضبطهما في حافلة للنقل الجهوي في جهة المروجات وبالتحري معهما اعترف بارتكابهما الجريمة الحال بعد نشوب خلاف بينهما وبين الضحية الله يرحمه وينعمه وتطور إلى الاعتداء بالعنف الشديد مما أدى إلى وفاة الحادث صار في مكان ونهج بعيد عن مؤسسة تربوية 840 متر يعني في داخل الحي بالأسباب الخلاف شهود عيان حكت الموضوع ذاك لكن في إطار الأبحاث ما زلنا قاعدين نواصل على أساس صحيح ثم خلاف الجنات حاولوا يعني باش يقلقوا فتاة غادي وتدخل الضحية الله يرحمه وينعم باش يكفوا على القلق اللي عاملينه للفتاة هذيك
هذا هو زينة. كنا نسمع في مدير إقليم الأمن الوطني في بن عروس عماد مماشة اللي تحدث على أسباب الخلاف هذا، علاش صار حسب التحريات الأولية، فإن وضحية كانت دخل باش يطالب الزوز مظنون فيهم اللي حاولوا أنهم يهربوا لولاية زغوان وتم ضبطهم في منطقة المروجات في ولاية بن عروس على متن حافلة نقل جهوية بعد تعاقبهم وبعد بتبيع أعمال ميدانية قامت بها الفرق الأمنية المشتركة. مجموعة من الفرق الحقيقة كانت خدمت في القضية هذه، من بينها أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، أعوان فرقة الشرطة العدلية التابعين لمنطقة الأمن الوطني بمجرين بإشراف بتبيعة من أعلى المسؤولين في منطقة مجرين. الأبحاث ما زالت متواصلة في القضية هذه. خالد كرونا، وحسب ما كان يقول في ذياد جن، سامحوني تحياتنا ليه، ينضم لنا بعد شويه رفيق الدريدي، رفيق اللي كان عمل جوله واتصل، قاعد نسمع كيما كان يقول من البارح برشا اخبار، وعلى خاطر فاتت وما فهمني شنو الفاتت بعد ضيفه كيما كان يتحدث رفيق، وضح لنا اسباب الجريمه. ياكدها ايضا المتحدث الرسمي باسم المحكمه الابتدائيه ببن عروس محمد صادق جويني، ترجع الى خلاف كيما كان يقول رفيق بين تلميذ الهالك الله يرحمه 17 عام وزوز الشبان اللي ما عندهم حتى علاقة، على عكس ما تم الترويج ليه، ما همش من رواد المدرسة ولا المعهد ولا أصلا يقرأوا من أساسه، كانوا يحكيوا مع فتاة تدرس مع الهالك. دونك هل مستوى العنف اليوم خالد كرونا وصل إلى ما لا حدود له، إلى القتل، تعنيف، نجم نختلفه، أما الخلاف هذا يوصل إلى حد القتل دون أن يرف له جفن ولا يخمم اللي قاعد يضرب في التلميذ أنه ينجم يلقى روحه مجرم وقاتل. أولا نعزيه الساعة عائلة الشاب المتوفى، ونحب ذبينا معناه نوضح شوية أمور، لأنه كما ذكرت ثم تم تناول الحادثة منذ وقوعها، وإحنا في عصر الميديا الجديدة، والميديا الجديدة مش في كل الأحوال تستند التقارير وتستند المصادر معلومة سليمة، يعني تحول الأمر إلى كوم من الإشاعات في خلال ساعات اليوم الماضي، وهذاك علاش يلزم الناس بشيء الأمور ورجع أمور لنصابها. أولا لسوء الحظ أن الحادثة هذه وقعت في اليوم الأول للعودة المدرسية، وهذا سمح نتيجة أجواء كثيرة مشحونة في البلد بأنه ثم إيحاء بالاقتران بين عودة العودة للدراسة وبينه، كأنه العودة للدراسة تقترن بالنشاط الإجرامي. أولا يلزم نوضح ونكون دقيقين بناء على ما كنا نسمع فيه، هذه الحادثة لا علاقة لها بما يسمى العنف المدرسي، لأن العنف المدرسي يلزم يكون عنف مرتبط بما يجري داخل المؤسسات التربوية، وإذا اعتمدنا ما كنا نسمع فيه الحادثة هذه وقعت ما بعدش على محيط المدرسة، إيه؟ مع 800 متر ديما في محيط المعهد. هو الفكرة هو هل أنه إحنا نتصور للمدرسة معزولة عن المجتمع، وإلا المدرسة هي في قلب المجتمع، بل هي قلب المجتمع طبعًا النابض طبعًا. يعني فقط باش ندقق شوية، لأن العنف مدرسي خطر الكلمة توحي وكأنه ثم عنف بين زوج تلامذة في قسمة وبين الأستاذ ولا معلم والتلميذ ولا ولي جال، خطر وقعت برشا يعني خلط في السنوات الماضية. خلينا ندققوا لذي. الحاجة الثانية لازم نستفيدوها هو أنه نحاولوا رغم أن الأحداث هذه بالطبيعة هي أحداث تلطخ صورة المجتمع وأحداث مؤلمة ومؤسفة، أما نحاولوا نسب ديما الخطاب الإعلامي حتى لو كان خطاب على الميديا الجديدة، لأنه ما فيها باس الناس تتعود قبل ما تنشر حاجات تتثبت تأخذ مصدر المعلومة ومن بعد تنجم هي تعطي رأيها كما تريد. الحاجة الثالثة اللي سألتيني عليها العنف مش كان ذايا، لأنه هذا مربوط بسياق عام يا أخي، البركاجات اللي قاعدة تصير كل يوم وكل يوم نسمع تقارير من وزارة الداخلية بين الفينة والأخرى على يعني على ناس تم إيقافهم وعلى عصابات تم تفكيكها وعلى يعني إيش معناها؟ منسوب العنف في المجتمع يرتفع كلما كانت الأزمات الاجتماعية أشد وطأة. احنا ما لازمناش نغطيه عن شمس بالغربال، إيه احنا بلاد فيها الكثير من المشاكل الاجتماعية وفيها الكثير من المآسي الاقتصادية، وهذاك علاش الحلول الجذرية للعنف ما تنجمش تتصنع بعصا موسى القصيرة. صحيح. يعني تشق البحر في لحظة، نحتاج وقت ونحتاج خاصة تحسن الأوضاع العامة باش نجموا نسيطروا على ذلك، وهيك علاش المسألة مش مقاربة أمنية بركي، مقاربة اجتماعية ودورها
ثم دور الجامعة، ثم دور المدرسة، ثم دور المؤسسات الثقافية، ثم دور دور العائلة، ثم دور الأسرة، ثم دور الناس الكل، على خاطر قضية العنف نجم نزيد نعملوا التفاتة صغيرة للعنف في الملاعب، لأنه هذا الكل مربوط بكل ملف واحد. العنف اللي كنا نشوفه فيه في مؤسسات الدولة، العنف اللي شفناه في البرلمان وحكينا ونبهنا عليه في وسائل الإعلام وقلنا راه هذا باش ينعكس سلبا العرك والمعروك والعنف، هاو كاسكيت وهاو غير كاسكيت وهاو نائب ومشرع، مشرع هو يمارس العنف وهو مشرع في نفس الوقت، وهذا باش ينطبق سلبا وباش يكون عنده تداعيات وخيمه. حكينا في الموضوع الاسبوع الماضي ذكرونا ايضا العوده المدرسيه اللي نستناو في تحسين، نستناو في ونطمح الى المدرسه الذكيه، ما احنا ما وصلناش للمدرسه الذكيه بالعنف هذا. حكينا ايضا راهو العنف اللي يجي يسلطوا بعض الاولياء مع الاسف اللي يدخلوا للمدرس في قاعة الدرس وإلا في محيط المدرسة ويعتدوا عليه لفظيا ولا معنويا، راهو هذا أيضا صورة سلبية وهاي النتيجة راهو فيها يعني علاقة أسباب بنتيجة. شوف الوضع العنف أنا بالنسبة لي ما نفهمش العنف معناها نصنف ونجزئه. أنا بالنسبة لي العنف يبدأ من مستويات العنف اللفظي اللي نجم نلاحظوها أي واحد منا يلاحظها ويمشي في الشارع، اللي هي كان نعملوا دراسة مقارنة، كان تمشي تهبط في أي بلاد أخرى عربية، أغلب البلدان العربية الأخرى مثلا اللي هي في وضعية شبهنا ما فيهاش مستوى العنف اللفظي والخطاب الجارح والخطاب يعني ما فماش. احنا عندنا احتقان، والاحتقان هذا قاعد ينعكس في الخطاب. العنف يبدأ من الخطاب، من العنف اللفظي، لين يوصل للأسف الشديد كما حصل البارح للجريمة. وقتلا احنا نفكروا في معالجة القضايا الاجتماعية والقضايا قضايا الناس، نبدأ وتقدمنا خطوات في اتجاه يعني تجفيف منابع هذا العنف. ما زلنا مواصلين معكم بالبنت العريض، نستسمحكم نرفع لحضراتكم أذان الظهر بتوقيت تونس العاصمة وراجعين في استوديو الوطنية. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. استوديو الوطنية، فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات.
مع زينة الزيدي. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. رفعنا لحضراتكم أذان الظهر بتوقيت تونس. مؤذنا مواصلين هذا استوديو الوطنية بالبنت العريض. كنا نحكيه على الجريمة اللي صارت البارح بمعهد أو بمحيط خارج المعهد بمحيط معهد تحسين بمجرين. تذكروكم وأنه تم القبض على زوز متورطين في جريمة القتل اللي ما عندهم حتى علاقة لا من بعيد ولا من قريب بالمعهد ولا بالمدرسة. واحد فيهم من ذوي السوابق العدلية وتم القبض عليهم وقت كانوا هيربي على متن حافلة متجهة إلى ولاية زغوان. نواصل معك بالبنت العريض رفيق. نواصل وزينة ونمشي لثاني مواضيعنا اليوم اللي هو الأخبار. البارح تم تداوله قرار وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية. رفع التصنيف الائتماني لتونس إلى CCC إيجابي وهذا يعكس الثقة المتزايدة عند المؤسسة المالية هذه الدولية في قدرة الحكومة التونسية على أنها تلبي احتياجاتها التمويلية المالية الكبيرة. فيتش أضافت في تقرير كان صدر البارح وأكدت اعتقادها أن القطاع المصرفي المحلي في تونس يمكن أن يعاون في تلبية احتياجات التمويل في البلاد. خذينا رأي أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية الأستاذ رضا شكونديلي على موقفه في من التحسن هذا في التصنيف. قال أنه حاجة جيدة لصورة تونس ولكنه تسائل علاش ما يتمش التوجه لصندوق النقد الدولي إذا الإصلاحات قاعدة ماشية فيها الحكومة وتصنيف تونس تحسن. التحسن هذا في التصنيف جيد بالنسبه لصوره تونس لدى المؤسسات الدوليه ومنها صندوق النقد الدولي، بالرغم اننا مش قاعدين نتعاملوا مع صندوق النقد الدولي، لكنه راهو ما يخرجناش من القائمه تاع الدول المصنفه سي 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 عاليه المخاطر، وبالتالي بالرغم من التحسن هذا راهو ما نجموش نخرجوا على السوق الماليه الدوليه. الوكاله اعتمدت اساسا على تحسن المؤشرات الماليه، موجودات من عمله صعبه باهيه، القدره على سداد الديون باهيه، التوازنات الخارجيه يعني الميزان التجاري والجاري، انجازات مهمه. صحيح حققتها الحكومة، ولكن ما ننساش أن الكلفة هذا هو كلفة اقتصادية عالية يتحملها المواطن التونسي اللي هو انكماش بتاع الاقتصاد. المؤسسات هذه لا تقول كونه متفائلة وعطتها التحسن هذا لا تقول خطر تونس راهي ماشية في الإصلاحات الاقتصادية، تحب تقول الإصلاحات اللي يحب عليها صندوق النقد الدولي، خاصة حسب الأجور من الناتج المحلي الإجمالي اللي هي باش تنخفض حسب الوكالة هذه لا. وهذا يعطي مؤشر باش تحسن الوكاله هذه للترقيم السيادي. اذا كان احنا ماشيين نطبقوا في الاصلاحات علاش ما نتعاملوش مع صندوق النقد الدولي؟ علاش احنا نطبقوا في الاصلاحات ونقولوا ما نحبوش نتعاملوا مع صندوق النقد الدولي؟ هذا راي الخبير الاقتصادي شكونديلي. ما هيتنرجعوا شويه ونحوصلوا بالبنت العريض على تصنيف فيتش ريتنج لتونس تقريبا في الخمس سنين اللي فاتوا. جوان 2019 كنا في البي بلس بي مع، جوان 2019 في نفس الشهر ونفس العام 2000 بي بلس، ومن بعد ماي 2020 خلد كورونا طيحتنا في تريتينج للبي، جويلة 2021 بي سالب، مارس 2022 دخلنا في السي سي، كنا في السي سي مدة من مارس لديسمبر، في ديسمبر هي عاود نطلعوا سي سي بلس. تقريبا جوان 2023 في تريتينج تخفض التصنيف الائتماني لتونس الى تريبل سي سلبي سي 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 ناقص، ومؤخرا البارح سبتمبر 2024 ترفع تصنيف تونس الى سي 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 بلس. ما زلنا في السي سي ما خرجناش، ولكن هل هذا يعني ثقة وكالة التصنيف في قدرة الحكومة اليوم على تلبية حاجياتها لتمويل ميزانية الدولة بالأساس؟ يعني بعد إذنك ثم حوجات مذبنا نوضحهم للناس، لأنه الحكاية خذت صداء كبير برشا بين من سر للأمر وبين من يعني غضب للأمر. قصيروا خلنا نفهم شوية. أي ثم للأسف لازم نقولوا أنا مفلسين مش نستفرح علي الحمد لله. خلنا نفسر الصعب. الوكالات هذه هي ثلاثة وكالات كبرى في الأمريكية، موديز اللي حتى هي سبق وصنفتنا وعاود وستاندرد أند بورز وفيتش. خلينا نتفاهم، المؤسسات هذه الثلاثة مؤسسات ربحية. كي نقول هي مؤسسات ربحية معناها دورها بالأساس أنها تعطي مشورة أو تقدم مشورة للمؤسسات الكبيرة اللي تلجأ لها أو للدول. وهو كذلك. أما في شنو تعطي هي المشورة متاعها؟ تعطي المشورة متاعها فيما يخص خطوط التمويل ومدى الأمان في مسألة السداد. هذا بالنسبة للمؤسسات. نعم. والمؤسسات خاصة اللي كوتيهم بوس، المؤسسات الكبيرة اللي هي حاضرة في البورصة، وإلا بالنسبة للدول.
والعلاقة بها كيف كيف الناس لازم يفهموا اللي هي زوز أصناف. أحيانا الدولة بيدها اللي ولا المؤسسة باش تمشي تقترض باش تدخل السوق المالية تبحث على التمويل هي نفسها تمشي للوكالات هذه وتطلب تصنيف، تطلب تصنيف لأنه باش يولي كأنه وثيقة في الملف نتاعها تدعمها إذا كان هي متوقعة أنه تصنيفها يكون إيجابي. وأحيانا يصير التصنيف دون طلب من هذه الجهة كما يصير البلدان كثيرة تتصنف وما نعرفش بالنسبة لتونس بصراحة ما لكن لا أظن أننا احنا طلبنا تصنيف هما راو للأمانة يصنفوك خاطر نخلصوا فيها أيه الدول أيه مابش تدفع مابش مش بعد نجم تخرج مش نفهم السوق المالية الدولية بح. كيفاش يتم التصنيف عندهم كما نظام محاسبي كما لوجيسيالات يحسبوا بها تهتم بمردودية المؤسسة أو بمردودية الاقتصاد وبدراسة التدفقات المالية الممكنة والمحتملة والمخاطر دراسة المخاطر المالية وينتج عليها أن بيلون معناها خلاصة متعلقة بحكاية سداد الديون به المروحة اللي يمشوا بها تمشي أدنى درجة اللي هي التعثر الاقتصاد المتعثر وأعلى درجة وأفضل درجة هي درجة الأمان العالية به. احنا باش نبدو فاهمين بعضنا خلال السنوات الماضية الكل من اللي بدينا نسمعوا بالتصنيفات كان ديما مجموعة من الناس يقرعون أجراس الإنذار في حالة إفلاس وينذروننا بالويل والثبور وباش نمشيوا النادي باريز وباش ندخلوا الكوميسيون المالي من جديد وباش يصير لنا السيناريو اللبناني وصحيح أنا فلسنا معاش عندنا باش نخلصوا الموظفين وانتم كلكم تتفكروا الموجة هذية صحيح. اللي تباروا فيها مجموعة من الخبراء سأضع كلمة الخبراء بين ظفرين الذين يهتمون كثيرا بشعورهم اللامعة دون أن يهتموا بجوهر مستقبل لا. العلاقة المالية لا أي خلينا خلينا أنا راني فهمتك نعم أنا فهمتك هذا علي ليش لا لا ما نش نقصد شخص بعينه مسألة رمزية والمستمعين يفهموا شنو معناها الحكاية شنية كان هناك حمل للدولة على فكرة أنه إحنا يلزمنا نرضخوا خلال سنوات رو هذه الحكاية مش جديدة مش في 3 سنين الأخرانية بعد يعني 25 جويلية لا خلال سنوات طويلة من أيامات الرئيس الراحل باجي قايد السبسي الخطاب اللي تبناه الكل هو خطاب قبول شروط صندوق النقد الدولي والدوائر المالية وكأنه ما عندنا حتى حل نجم نعملوه إلا أنه نرضخوا الشيء اللي صار الناس كل تتفكر رئيس الجمهورية وقت اللي سخر منهم مرة وقال أمك صنافة وطرشنية به كيفاش تعاملنا معها احنا كانوا خب في تونس وكشعب ثم جماعة اعتبروا أمك صنافة تابعة للبلاغة الشعبوية هذا معناها في الانتقاد للرئيس الجمهورية وثم ناس اعتبروا لي الحكاية هذيك ما عندهاش وين توصل واللي في الأخر وتتفكروا الجدل اللي وقع على القرض على FMI نتاع 1.9 مليون دولار وقامت عليه القيامة وكأنه ما عندنا حتى حل أسيدي في الأخر ما خذناش ووقت القرض ما خذناش لم تسقط السماء على تونس به خلينا نبدو فاهمين بعضنا باش نبدأ لعبات تفهم شنو هي حكاية علاش رجعت الماكينة تخدم ما ثم واحد كاتب كتاب ماكينة السعادة توا احنا عندنا سعادة الماكينة اللي هي سعادة الماكينة اللي تحب تعاود تعصر لنا من جديد حكاية FMI وتتفكروا المئات خبير اللي اجتمعوا في كارتاج أيام الرئيس الراحل باجي قايد السبسي وقالوا هنا عندنا وصفة رائعة لبعدها لقبلها للاقتصاد التونسي وتونس ستكون بخير وما رينا حتى شيء دونك خلينا نقطع شوية من الحكاية ذي يعني أنه صنفونا تصنيف سيء هذا ليس نهاية الدنيا وأنهم حسنونا تصنيفنا وريت برشا ناس فرحانين وكأنه إحنا صحيح معناها عملنا رولانس إيكونوميك وترشنية هذا كله بقي غلط إحنا ما زلنا بلاد عندها 85% مديونية عالية عندنا نسبة بطالة عالية تضخم عندنا أهم مؤشر اللي هو نسبة النمو اللي هو ما وصلش 0.5 دونك مش لازم نعيش ونعيش رواحنا في الأوهام لكن في نفس الوقت مش لازم نقول احنا انتهينا في بالعكس في مسار يلزم الإصلاح يلزم نفهموا اللي احنا النجم بطاقاتنا وقال تقاريرهم هي بيدها تقاريرهم هما تقارير هؤلاء الأجانب ونرجع لك لسؤالي خالدك لونا اللي سألتك عليه دقيقة في حاجة شكون قال لهم هما العباد اللي ما يعرفوش خط التاريخ الوكالات التانية التصنيف هذه
في بالكم اكبر ازمه صارت في امريكا نتاع ازمه الرهن العقاري 2007 2008؟ هم غاديك ما تنبؤوش بها. هم عطاو معلومات غلطه لان عندهم تضارب مصالح. اول قمه للجيويت للجيفان صارت للقمه العشرين بعد ازمه الرهن العقاري، واحده من القرارات نتاعها انها تراقب وانها تتعامل باحتراز مع تقارير وكاله التصنيف الائتماني. المهم نرجع مجددا خالد، ذكرونا التصنيف في البارح او ترفيع تصنيف فيتش ريتنج لتونس مؤخرا الى مستوى سي 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 ايجابي، هل هذا ثقتها في قدرة الحكومة الحالية على تلبية حاجية الدولة لتمويل الميزانية؟ وفق البرامج اللي حكينا عليه، هما زعما مهنيين برشا واحترافيين، دونك ما نجموش يتجاهلوا مجموعة من المؤشرات الاقتصادية اللي هي ما عندناش وقت باش نفسرها. علاش ميزان الدفعات أحسن شوية؟ علاش الميزان التجاري تاع الصادرات والواردات أحسن شوي؟ بالكالكول نتاعهم هما يلزم نخرجوا من درجة نتاع خطر لدرجه نتاع خطر اقل، خاطر احنا ما خرجوناش من مخاطرهم، مازلنا في السيسيلي. لكن هذا يفتح الباب بالنسبه لهم، ربما الغايه، اقول ربما الغايه هي اعاده قرع الباب. وحنا ديجا سمعنا سيري فاشكوندالي منذ حين هو بيدو قال لي هذا ينجم يفتح لنا المجال من جديد باش نعاود نفاوض الافيمي، وكاننا لم نتب من الافيمي هذه، مازال ما عندناش توبه. احنا يلزمنا سياسات ماليه جديده، والسياسات الماليه الجديده كل ما عاولنا فيها على انفسنا كل ما كان وضعنا احسن. واذا كانت تحسننا شويه على خاطر رب ضاره النافعه. لو كان اخذنا القرض 1.9 مليون دولار راه وضعنا كان اسوء الان. وللتذكير فان وكاله الترقيم المالي الدولي في تريتنج كانت في اخر تقاريرها اعلنت واكدت انه بامكان القطاع البنكي التونسي طبعا مواصله الاستجابه لحاجيه تونس من التمويل في 2024. دونك النمو الجيد للايداعات اللي وصلت 6% تقريبا، ضعف الطلب وتراجع شويه على القروض، هذا اللي خلى السيوله ربما تدعم اكثر لدى القطاع المالي في تونس. نواصل معك رفق. وفي التقرير الصادر البارح فقط زينب باش نقفلوا الموضوع، في توقعت انه تتحمل البنوك المملوكه للدوله يعني البنوك العموميه حصه اكبر من اعباء التمويل بسبب الحذر اللي قاعده تتبنى فيه البنوك الخاصه في تونس. ولكن مع ذلك في تقرير انت حكيت على فامي في تريدنج تقول او تتوقع انه في حال عدم ابرام تونس اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات الرئاسيه، هذا يبينها رهبط قبل 2024، راهو باش يتم تخطيط قرابه 70% من الحاجيات الخام من الدوله، تقريبا 12% من الناتج الداخلي الخام عبر اللجوء الى موارد التمويل الوطنيه اساسا البنوك البنك المركزي التونسي. وبعد احنا مشينا للاكتتاب دونك ما صار شيء، الوضع تحت سيطره حتى الان والحمد لله. في دقائق احنا ما نجموش نناقشوا الموضوع هذايا، لكن باختصار شديد وضعيه الماليه العموميه مربوطه معناها بشكل مباشر بالنظام المصرفي. احنا عندنا مشاكل طبعا. يلزم نعترفوا بها، وذاك علاش رينا شك فوا ثم مشكل ديما عندنا الجوفرنور ديما مدير البنك المركزي تستدعاه السلطه التنفيذيه ويمشي للقصر، وعلى خاطر مش ممكن باش نجموا نتخيلوا اللي ثم قدره على خلق ديناميكيه في الاقتصاد من غير ما نصلحوا النظام المصرفي. انا باش نقول كلمه واحده، النظام المصرفي في تونس الى حد الان هو نظام ظالم وجائر، لأنه يساعد قلة قليلة على الاستثمار ويضع كل العراقيل أمام الآخرين. وقت اللي أنت بلاد ثم بارادوكس ثم مفارقة غريبة، البلاد أكثر من 93-94% من مؤسساتها مؤسسات صغيرة متوسطة وعندها مشاكل في التمويل وعندها مشاكل في الحضور في السوق، وأنت تمول في قلة قليلة من المؤسسات. وقت اللي النظام المصرفي نوصله باش نصلحوه تو نجم نعمل على مواردنا الذاتية، وهنا المصارف العمومية كما كنت تحكي رفيق باش تلعب دور ومازال مطلوب منها باش تلعب دور محوري في هذه اللحظات نتاع الأزمة الاقتصادية. وإحنا رينا الجهود اللي صارت قبل نتاع الاكتتاب ونتاع يعني ثم حلول داخلية بما في ذلك الاقتراض الداخلي، والاقتراض الداخلي اللي هو ديما أعباؤه أقل، أعباؤه المالية وخاصة السياسية أقل. وبحديثك على البنك المركزي عملت لنا ترانزيسيون هايلة، نحكيو جمعيات وتمويل الجمعيات موضوع
مثير جدا للجدل، مازال متواصل رفيق. مازال متواصل زينة، وهذا كان محور لقاء كان جمع البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر كارتاج بمحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. الحدث هو تسليم تقرير السنوي للجنة الوطنية للتحاليل المالية، ومرة أخرى رئيس الدولة يشدد على ضرورة أن تقوم اللجنة هذه بدورها كامل، خاصة وأن برشا جمعيات حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، الجمعيات هذه تتلقى في مبالغ وصفها البلاغ بالخيالية من الخارج، وتقوم بتمويل عدد من الجهات اللي ضخ بدورها الأموال هذه لأغراض سياسية في تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس حسب تعبير بلاغ الرئاسة. البلاغ أضاف أنه واحدة من الجمعيات اللي ما ذكرتش تلقات حتى النهار 28 أوت مبلغ يفوت 9,500,000 دينار. المبلغ بالضبط هو 9,579,000 دينار. وجمعية أخرى ما ذكرتش كيف كيف تلقات مبلغ يعادل 255,000 دينار وفق عديد المؤيدات حسب بلاغ رئاسة الجمهورية. البلاغ أضاف كونه رئيس الدولة أطلع محافظ البنك المركزي على عينة صغيرة من التمويل الأجنبي للجمعيات اللي كان على اللجنة الوطنية للتحاليل المالية أنه تتلقى بخصوصها إشعار وأنه تثبت في مصدرها وتحيلها للقضاء. تمويل الجمعيات خالد كرونة، وما أدراك ما تمويل الجمعيات؟ في علاقة بالأموال المشبوهة، الأموال الضخمة، ورغم أنه البنك المركزي كحكي رفيقة منذ قليل على لجنة التحاليل المالية تابعة للبنك سنترال، ولكن مشى في برشا إجراءات البنك المركزي اليوم، من بين أنت كمش يجيك تحويل فوت 3 ملايين تاخذ وقت باش توصل لك، باش يعملوا دراسة كيفاش تدخل الأموال المأهولة هذه للجمعيات وبعض المنظمات بين قوسين. من الواضح خطر هذه مش أول مرة تثار الحكاية، وتثار في قصر قرطاج مش أول مرة هذه تثير. إيش معناها؟ نفهموا اللي رأس السلطة التنفيذية يعتبر من خلال معلومات أكيد وصلت له يعتبر أنه المنظومة المالية القائمة منظومة سمحت بشكل أو بآخر، ربما سنعود لهذا بعد حين، سمحت بدخول كل هذه المبالغ، وثم ضمنيا ثم في خطاب رئيس الجمهورية وأكثر من مرة ثم تجريم ضمني لأداء لجنة التحاليل المالية. خلينا نقول الأمور كما هي. أما البارحة تسلم التقرير متاع لجنة التحاليل المالية، هذا كل تقرير سنوي كل عام، معناها دابت لجنة التحاليل المالية أنها تقدم سنويا تقريرها رئيس الجمهورية، هذاك تقليد راسخ من اللي تجد البنك المركزي. أما هذيك حاجة يعني عادية. المشكلة بين المشكله اللي رئاسه الجمهوريه منذ، وهذا مش عام مش مره الاولى يتكلم فيها الرئيس سعيد، وما نظنش كان باش تكون الاخره، اللي ثم ضمنيا كي تسمع انت كمواطن ولا كاعلامي ولا كصحفي ولا كمهتم بالشان العام تسمع رئيس الجمهوريه يحكي ويعاود على دخول اموال، يعني يقصد اللي هي اموال فيها تحيل في طرائق دخولها، معناها ثم ناس بالفلاقي يعتبرهم هو ما خدموش خدمتهم. شكون هما الناس هذوما؟ الفلوس هذه دخلت عن طريق البنك المركزي. يعني السؤال هو كله يطوف حول لجنة التحاليل المالية. الأرقام اللي كان يذكر فيها رفيق منذ حين، هذه أرقام موجودة على صفحة رئيس الجمهورية. وقت نقولوا جمعية حتى ال 28 أوت 24 وصلت لها مبلغ يفوت 9.5 مليارات من 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 مليماتنا، احنا ما نعرفوش من وقتاش بدات الحكايه هذه. يعني اذا كان في 10 سنين شيء، اذا كان في عامين شيء، اذا كان في شهر كارثه ترجع. يعني ماهيش واضحه لعبه الارقام، لكن اللي يعنينا انه ثم قانون في البلاد. القانون هذايا هو قانون الجمعيات اللي هو تعمل في ظروف مستعجله، واللي الظروف هذه يلزمنا نفسروا بها وقعنا الان. شنو اللي صار هو بعد 2011؟ جاؤونا بالفتيه الذهبيين، هذوك حطوهم لنا وزراء ومسؤولين قادمين من وراء البحار، والشباب اللي عنده طموحات وكذا حاولوا يدمجوه في نشاطات جمعيتية فحولوهم إلى فتية فضيين. هاك عندنا شوية شوية فضة وشوية ذهب، والنتيجة أنه سمحت الجمعيات البعض الجمعيات فقط نعمم، لأنه ثم جمعيات قامت بدور إيجابي. وثم جمعيات قامت معناها كان جمعيات خيرية، وثم جمعيات لعبت دور في نشر ثقافة السلم المدني والسلم الآلي. معناها ما نحبوش نعمموا وما نحبوش كلامنا يتفهم أنه إدانة للجمعيات أبدا، ومجهودات أبدا في فترة الكورونا أبدا قامت بعمل إنساني كبير. ليس هذا ما نقصد البتة، احنا نقصد لثم بعض الجمعيات بما حسب ما نسمعه يلزمها يلزم تتشاف وضعها لأنها مخالفة للقانون. وإذا كان عنده حتى كان ما دخلوش 9 مليارات
برك، حتى كان دخلوا 90 مليار وفق القانون، وفق القانون اقول، حتى حد ما عنده الحق باش يمشي لحقهم باش يتبعهم طالما ان حساباتهم صحيحه. احنا المطلوب الان كشف الحقيقه امام الناس. فما مشروع قانون من مارس 2024 يتعلق بضبط تمويل الجمعيات واثار جدل ايضا. لا انا نجم نقول لك اكثر من هيك، في الدول اللي حاسبه روحها تقري فينا في الديمقراطيه هما ما يسمحوش لجمعياتهم باش ياخذوا تمويلات من برا. اي معليش، علاش يمولوا في الجمعيات؟ حبهم في سواد اعيننا، على خاطرهم يحبوا يوجهوا راي العام، على خاطرهم يحبوا يتحكموا في 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 الشبيبه التونسيه، على خاطرهم يحبوا يوجهوا الجمعيات اللي تتلقى تمويلات من الخارج. اغلبها اما تلقاها تنشط في مجال حقوق الانسان على المستوى الوطني او الدولي، وبعض يقول لك ربما ينشجع بعض الصناعات التقليديه وهما قله الحقيقه. لا لا لا، الثقافة اللي سمحني أشمل من هكا، اللعبة اللعبة أكبر ياسر من هكا. هي اللعبة اللي رمزت لها بحكاية إنتاج الفتية الفضيين، على خطر هي ثقافة تتعطى وقت اللي ثم جمعيات تهتم بالحكم المدني، بالحكم المحلي، ثم جمعيات مهتمة بنشر الثقافة السياسية معينة. حتى الجمعيات المشتغلة في المجال الحقوقي، يا أخي هما باش يجيو يوريونا المجال الحقوقي، احنا عندنا الرابطة مدرسة، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، نعم. مدرسة تنجم تمشي تشع في البلدان اللي كيفنا. لا، ثم محاولة لصناعة وصياغة شروط فهم معينة للمسائل، وهي الغاية منها مزدوجة. تم وقت اللي الوليدات هذوك اللي كانت عندهم أحلام كبيرة في 2011 نستوعبوهم في وسط الجمعيات وندخلوهم في المنظومة متاع امشي ويجا وندوة لهنا وتيل هنا وسفرية لهنا وطيارة من هنا، وخلقنا منهم كادر بين ظفرين وياخذوا في شهري عدد كبير ياسر منهم، ثم مئات ربما ألاف ياخذوا في شهري، يوليوا عبيد بين ظفرين لمن ينفق عليهم. النتيجة هذه خلت الجمعيات تدريجيا بمعنى يطبق بعض بالطبيعة التعليمات او اجنده معينه دون غير بالطبيعة. الاجندات هذه ماهيش كلها بريئه. انا نسال سؤال واحد، يعني مصادر التمويل هي ثم الاتحاد الاوروبي وثم جمعيات تتمول من عند الامريكان، من عند احبائنا الامريكان، وثم جمعيات تتمول من المانيا، وثم جمعيات تتمول من هولندا، هذوما الكل يحبونا، يحبوا التوانسه برشا. راهو ما لازمناش نكونوا سذج، ما يحبونيش التمويلات. لا لا، كيف يحبونا ياخذوا معنا مواقف جيده. امريكا ما تحبناش، ما نتحبوش سي خالد. لا 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 لا، احنا نتحبوا وقت اللي احنا نفرضوا احترامنا في العالم، نفرضوا احترامنا يولي يحبونا بصفه عامه. فارضين احترامنا، هذا ما فيش نقاش. واحسن من الادغة وجدت الادغة التونسية موجودة وبصمتنا موجودة في الخارج، ومن احسن واكفى الاطباء والاساتذة واللي تحب. لا لا، هذاك موضوع ثاني، موضوع ما ندخلوش في فرض الاحترام. ما خلينا اليوم نحكيو في نقطة انت اثرتها، نحب نتوسع فيها معك. تقول اليوم الجمعيات التي تتلقى تمويلات من الخارج بشكل او باخر وبشكل مباشر بلوتو راهي قاعدة تنفذ في اجندة معينة. شنو هي الاجندة هي؟ اولا انا ما عممتش الجمعيات التي تتلقى تمويلات من الجمعيات. نعاود ندقق، عدد من هذه الجمعيات كما نجم نقولوا لاموالها مشبوهه، نجم نقولوا لاجندتها مشبوهه. كي نشوفوا احنا الشبكه كيفاش مربوطه مع احيانا جمعيه واحده عندها تمويلات مختلفه من مصادر تمويل مختلفه، عندها تمويلات من هولندا وتمويلات من المانيا وتمويلات من امريكا، وعلى شنو تشتغل؟ قلت لك على حقوق الانسان مثلا، لدعم حقوق الانسان. اولا عدد الجمعيات، لو كان نعملوا جدول احصائي عدد الجمعيات اللي مشتغله في المجال الحقوقي مثلا، وعدد الجمعيات اللي زعما مشتغله في المجال التنموي، تو نلقاو عدد الجمعيات المشتغله في المجال الحقوقي اقل بكثير. الجماعه يصرفوا في فلوس باش يدخلوا لاعماق البلاد اكثر مما يقربوا للنخب. ثم محاوله لصناعه فكر معين اللي هو نفصلوا به شنو معناها ديمقراطيه، شنو معناها حريات، شنو معناها انتخابات، شنو معناها حكم محلي، شنو معناها تنمية اقتصادية، تدبير حر. ثم خلق ثقافة كاملة ودورات تكوينية ودورات تثقيفية ورحلات من الخارج وخبراء يجيئون. يعني الحكاية ماهيش باليسر وبالسهولة اللي باش نجموا نتناولوها في دقيقتين ولا في ثلاثة ولا حتى في عشر دقائق. لو كان نفتحوا الملف هذايا ما نجموا نعملوا حتى شيء بور لو مومون، إلا أن نطالبوا بتسريع إصدار قانون جديد للجمعيات
ويضمن شفافية. احنا ما عندناش مشكلة باش الجمعيات تاخذ من عند مؤسسات محترمة في العالم تمويلات، لكن اولا تحت رقابة المالية للبنك المركزي، وثانيا تكون الجمعيات هذه قائمة بدور مكشوف وواضح لنا. حاجة أخرى مهمة زاد سي خالد هي إثبات وين تم صرف الأموال هذه، لأنه ديما يطرح نفس الإشكال، مش في علاقة بلجنة التحاليل المالية فقط، إنما في علاقة بمصير هذه التمويلات وين مشات بالضبط. وسمعنا جدل كبير خاصة في العوام الأخرى على جمعيات تلقات مئات الآلاف من الأوروات والدولارات، لكن فيما بعد كان مصيرها مجهول، وفما حتى جمعيات اللي ما عادش عندها حتى أثر ممكن لخطرها خلفت القانون. معناها هنا باش نكونوا منصفين، القانون معناها المرسوم بتاع الجمعيات قل فيه ما تريد، لكن هو راه يلزم الجمعيات بمسك حسابات وتقديمها للإدارة يعني للحكومة، والمفروض أنه كل مليم يخضع للمحاسبية، بل يخضع الكوميسار وكونت في الأخر، لكن مراقب هل أنه الجمعيات الكل التزمت بهذا ولا لا؟ هذا هو السؤال. أما أنه ثم جمعيات هاربة من 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 النهوض بوظيفتها بدورها في ديسمبر 2023 وقت اللي تحكي على قانون جديد ينظم عمل الجمعيات والتمويلات وغيرها، تقريبا وكان ما خانتنيش الذاكرة 48 جمعية انتفضوا أعلنت رفضها مشروع القانون اللي باش ينظم عملها. على خاطر كي نعملوا دراسة مقارنة، قلت لك ناخذ المثال، ما هما عندهم المركز الكون جاي في فرنسا، كنت تمشي لفرنسا عندك جمعية في فرنسا، رو ما عندكش السلام عليكم كونت تدخل لك فلوس وما يسالوكش باه انا عرف ناس رفيق بعث لك فلوس، لا ما عندكش الحق في العملية هذه. عندهم ضوابط بالقدا في تلقي الأموال، ومش فقط في إنفاقها. احنا لهنا لا يزي حلينا اللعب في منين تجي الفلوس، ولا يزي ما تبعناش كدولة حتى بعد نفقاتها وما حاسبناهمش الجمعيات اللي وربما في مش معناها في كل فترة معينة جمعيات حسابات أمريكا كان ممنهج، هذا ما تبعناش خاطر فما سياسة ما حبتش وقتها تبع أو كان ممنهج. خلينا نقولوها، ثم ناس عملت الجمعيات حدائق خلفية باش تدخل أموال أحزابها. بالضبط يا أخي، الأحزاب والتمويلات الإرهابية وغيره، وهذا قالته لجنة التحاليل المالية في عدة مناسبات. ولكن اليوم قبل ما نمشي لفقرة عينك على إدارة الجمعيات 48 اللي عملوا بيان أنا ذاك في ديسمبر عام ناول، قالوا هذا بشي يهدد العمل أو تهديد لحرية عمل الجمعيات وسعي لخنق العمل للجمعيات. كان بشيو في مقترح القانون الجديد، هذا من أين لك هذا وكيف جات الفلوس والواه المونطون هذا بالذات وين ماشي؟ لا، هو مشروع القانون حسب ما اطلاعي المتواضع عليه ما يقولش الواش الفلوس هذه. أما أولاً ضبط الجمعيات اللي عندها الحق في تمويلات حسب المشروع القانوني، إذا كان ما خانتنيش الذاكرة، هي جمعيات عندها ساعة أنشطة محددة اللي تقدموا وأهم أنشطة الخيرية ساعة يعني جمعيات عندها خدمة اجتماعية. نعم، وقت اللي أنت باش تعمل جمعية تحكي على حقوق الإنسان ولا تحكي على شفافية في حاجات، من المفروض الجمعية هي نشاط خنف مساعة. أصل الفكرة الجمعيات كيش تكونت؟ الجمعيات هي نشاط غير مؤسسات غير ربحية. نعم، هي مؤسسات مجعولة فكرة الأساسية متاعها هي فكرة التطوع، أنه أعضاءها نورمالمون يؤمنوا بقضية معينة يجتمعوا يشكلوا الهيئة هذه اللي نسموها جمعية، عندها نظام داخلي عندها ضوابط قانونية، وباش يقوموا بعمل تطوعي لفائدة المجتمع. وقت اللي أنت تولي تتحول عن دورك ومن هنا مرة أخرى من عمموش، ثم ناس تخدم وفق القانون وفق المبادئ الشريفة للنشاط الجمعياتي، لكن ثم جمعيات تنجم تكون من الأول برمجت لتكون لتحيد منذ البداية عن دورها، ولتكون كما قلت حدائق خلفية لصناعة مواقف سياسية وتوازنات داخل البلد. نستدعاكم مباشرة لفقرة عينك على الإدارة، نحكي على المناطق الصناعية بالقطب التكنولوجي برج صدرية. عينك على الإدارة. تحياتي لكم مجددا، هذا توقيت فقرة عينك على الإدارة، ينضم لنا مباشرة ذي الدين الكريفي، ومرحبا بك ذي، ومرحبا بضيفك رئيس المدير العام للقطب التكنولوجي ببرج الصدرية، أهلا وسهلا ذي. مرحبا. مرحبا زينة، تحياتي لك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية، الشكر على التقديم. أنا موجود حاليا في القطب التكنولوجي في برج الصدرية جنبي الرئيس المدير العام مدام ندى لاشعل. كيف الحال مدام سحنوت؟ عسلامة ديا، صباح الخير خويا، صباح الخير للكافة المستمعين، عايشك ونشكركم على
الفرصة هذه باش نقدم القطب التكنولوجي برج السدري. ألف شكر، وإحنا نشكرك ونعتذروا معناتها على التأخير ربما معناتها لما تأخير. التأخير في شنو قدمنا؟ التأخير خاطر أنا مازلت حالي كتير ودخلته. مرحبا. ما كنتش نتخايف في ثلاثة مؤسسات جامعية، أيوة. في برشا مراكز بحوث معناتها مدينة في حد ذاته كما نقولوا. دونك القطب التكنولوجي في برج السدرية يعد واحد من أهم مراكز التطوير والابتكار في مجال التكنولوجيا، يدعم التعاون بين الباحثين والشركات لزيادة الابتكار والتطوير العلمي. من ذكري وانا ندور معناتها قدامي طلبة ثم عودة جامعية أيضا في القطب. نعم. مادام كنت عرفنا من الأول مكونات القطب قداش هي مؤسسة. يعطيك الصحة بيه. أول حاجة القطب التكنولوجي برج السدرية هو واحد من 11 قطب تكنولوجي موجودين في تونس. هما الاختصاصات الأخرى كلهم اختصاصات قطاعية خاصة، ما احنا قطب يمتاز بتعدد الاختصاصات ويشمل اختصاصات ذات أولوية قصوى في العالم وفي تونس توا، اللي هما الاختصاص في الماء والطاقة والمواد الماتريو البيوتكنولوجي والتيك كل توسكي اتصالات وتكنولوجيا. فهمتك. التكنوبول هذا تخلق مش اليوم، تخلق من ديزاني 83 تقريبا. كان اسمه ديانا ريستي، المعهد الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي. خليني نقول لك مثال، خاطر مش خاطر انا نمثل شركه القطب، ما خاطر الواقع هو القطب الثاني يمكن ولا الثالث في تونس اللي فيه كامل مكونات قطب تكنولوجي. مش معناها القطب التكنولوجي هو بتعريفه حسب القانون 50 هو فضاء يشمل أربع مكونات أساسية اللي هما البحث، التعليم العالي والتكوين بيان سور، التجديد والانتربرونيا توسكي اكومبانيمون للمؤسسات الناشئة والمؤسسات. أهم مشاريع البحث والشركات. خلينا نكمل لك البوان هذه خاطر سي تري امبورطون. القطب التكنولوجي نتاع برج السدرية فيه ثلاثة مراكز، ثلاثة مؤسسات جامعية اللي هما الانستيتيو سوبيريور دي سيونس اي تكنولوجي دو لانفيرونمون، ليكول ناسيونال دي سيونس اي تكنولوجي افونسي، والانستيتيو سوبيريور دي تكنولوجي دو لانفورماسيون و دو لا كومونيكاسيون. مع هذاك فيه أربع مراكز بحث من أهم ومن أحسن المراكز البحث اللي موجودة في تونس، وصيتهم حتى على الانترناسيونال، ماهمش انيكمون يخدموا في تونس كاو، معروفين باللي شرشور نتاعهم باللي كومبيتونس اللي موجوده فيهم وبالمشاريع البحث اللي قاموا بها لحد التو. خليني نعطيك السنتر الاول هو سنتر دو ريشيرش نتاع البيوتكنولوجي، والسنتر دو ريشيرش دي تكنولوجي دي انرجي، والسنتر دو ريشيرش دي تكنولوجي دو لو، والسنتر ناسيونال دو ريشيرش اون سيونس دي ماتيريو. هذوما الاربعه مراكز البحث اللي متوفره في التكنوبول برج السدريه. هذوما الكل يعطيو 800 شرشور تقريبا. يعطيو 200 مهندس موجودين في التكنوبول ككل، 100 بروفي ديجا خارجين من لي سنتر دو ريشيرش هذوما، 826 تقريبا بوبليكاسيون قاموا بها مراكز البحث هذه، بما يساوي تقريبا خلينا نقول 7% ان شاء الله ما نظلمش التكنوبول من لي برودكسيون سيانتيفيك ناسيونال الكل، 88 ستارت اب مؤسسه ناجحه ناجحه موجودين ايباربيي في التكنوبول ككل، معناها مشكل ذي. كي نحكيو على القطب التكنولوجي برج السدرية أكيد ما نجموش ما نسألوش على وحدة إنتاج صناعة السيارات اللي تقريبا 400 مواطن شغل جديد تسمح بأحداث. أي أخذت لي كنت باش نكمل عاد فيها منطقة صناعية مساندة للتكنوبول في منقصبة فيها خمسة مؤسسات صناعية بما فيهم المؤسسة الصناعية فيستيون هذه اللي تصنع في المنتجات الإلكترونية بالحق الكاباسيتي دومبلوا وينوفاتيون وتوس فولي. المؤسسات المنتصبة نوصلوا 1000 موطن شغل. أي عندنا في الزون دو برودكسيون اللي هي للتكنوبول فما توا 2500
2500 موطن شغل محسنين بالمؤسسات المنصبة في التكنوبول في الاسباس دو دو نتاع الانتاج نسميوه فضاء الانتاج. دونك فضاء الانتاج فما خمسه مؤسسات هي وحدها تخدم في تقريبا 2500 موطن شغل. يعني هو موجود البحث العلم والتكوين والتعليم والانتاج والشركات الناشئه. عندنا زاده كما كنت نحكي من مكونات القطب اللي هي تحت تصرف شركة تصرف القطب انكوباتور وأوتيل دونتربريز. في تقريبا توا بوغ لو مومون عندنا 5 ولا 6 ستارت اب اللي هما معناها ايبرجي عندي انا كشركة تصرف القطب التكنولوجي وقاعدين يستنفعوا بالتدخلات نتاع الشركة في خدمات التكوين. جميل جدا. شكرا جزيلا لك دي الكريفي ولضيفتك يعطيها الصحة على الأرقام. نكملوهم ذياب وقت الأخبار. عمل كان في الوزارة وحابين نكمل مشاريع جديدة إن شاء الله. نكملوهم إن شاء الله ذياب. وشكرا جزيلا لضيفتك على الاستضافة وعلى اللي فاتوا الأرقام المهمة جدا اللي تعديت في فقرة عينك على الإدارة. تلقاو على صفحتنا صفحة الرسمية للإذاعة الوطنية في فيسبوك وصفحة برنامج استوديو الوطنية. تصويت الكلمة للأخبار. راجعين بعد نشرة أو الأنباء نستقبل ضيفي ضيف الانترفيو مدي ساعة وربع مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية محمد الجزوني. هذه استوديو الوطنية. مرحبا. استوديو الوطنية فضاء مفتوح للقاء.